كيف مقطع يا اخوان رجعنا للسلسله اللي هي يا اخوان ايش حلم نوب كلكم تبغون انزل عنها يا اخوان وقلت لكم ابشر ابشر والله يا اخوان سريع سريع ما بطول عليكم نخش على اول جيم وحاب اقول لكم يا اخوان اشتراكات لايكات امور طيبه واهم حاجه يا اخوان الاشتراكات وشكرا لكم على التفاعل والله يسعدكم لعبي يا اخوان فجاه فوق فجاه تحت هذه المشكله انا مفحوص من لعبه زي كذا اللي معنا اسمه صفوي ناس يلا صفوي ناس تكفى يا صفوي ناس انك كويس اس خوي سجل لا يا خوي والله ابدي باصع تعال والله كنت ابدي خوي انا باص والله بس اتوقع ما فهمت خوي انا مره حلوه ذي يا خوي حلوه ذي ايش فيه ايش مو مال يد على هذا شكل لعيب اللي صارت ورديه لعيب لا اقسم بالله عالي يد فيها شيء والله اليد فيها شيء هذه هدف ولا برا والله هدف يا عال والله اليد فيها شيء نبر يا خوي نبر اها شوف في لاك في لاك يا عال يا الله ذا يا اخي تكفون يا اخي يلا عوافي عوافي خوي عوافي ترى نحن افضل نحن افضل يا خوي ها سجل ايوه يا شيخ يا عيني يا شيخ نسجل اوه الحمد لله يا اخوان خوينا سجل يلا 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 فيها 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 ايش بكم ايش بكم اتفقد الامل لا تفقد الامل بس والله على اليد فيها شيء والله العظيم فيها شيء يا اخي حلوه يا خوي والله خوينا شكله كويس ان شاء الله طيب خوي عندك سهله يب ايش هذا في لا شفتوا اللاج شفتوا يا عيال يا الله يا رب ايش هذا يا اخي ايش اللاج ذا حرام يا عيال والله حرام الهدف الاول غلط من خوي الهدف الثاني والله لاج يا اخي مستحيل خرج يا ابني يلا 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 خرج اخوي هدفك هدفك تكفى بطل 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 والله يا عيال ما في الا قوه فرش هنا خش يا ابني خش يا ابني خش على طول بلك هنا كمان وتعال يا ابني خوي سجل هدف سيده يا رب لك الحمد والشكر خوي روح يا خوي يا رب يا اخي حرام انا معاك يا اخي شوت سريع يا اخي تبوس طب هذه دفه بس دفه والله كنت تقدر تدفه والله نو بروبلم يا خوي نو شوف هدفين غلطين منك يا خوي ها يا خوي رجع رجع شيل يا ربي تكفى تكفى هرجت هذه ترجع تشيل بوست يا اخي قل لي طيب من اول حرام يا خوي والله حرام ان تضيع ذي المباراه والله حرام خذ لك من من الكيكوف البيض حقي ذا انا هذا الهدف غلطي هذا الهدف غلطي اعترف يا عيال اعترف خوينا بدا يسوق امه خوينا خوينا بدا يسوق امه خشي في المرمى الله هذا بنشعل بس حق الفحص هذا خوي بحاول اديك ميدي خوي ها خوي عندك ايوه ايوه والله كنت داري انه ما عندي بوست والله يا عيال والله انتم ملاحظين يا عيال ان انا مسجل هدفين وصانع ثلاثه هو مسجل ثلاثه وصانع اثنين والله حرام ننهزم والله كلها اغلاط الاهداف كلها يا مني يا منه تيك تيك ذا شوت لا تروح للبوست خوي روح خوي روح خوي روح ابن روح انفض امه يا شيخ وتسيف اللي ضدنا يلا سيف قال لك اوكي اقسم شوف يا عيال صح انه نقاط 900 بس ورب الايمان هو دقس في ثلاث اهداف مدري اربعه الحمد لله انه فزنا الحمد لله هذا اهم حاجه فنقول بسم الله يا اخوان على ثاني جيم يلا يا شباب عيال هل توقعون ذا المقطع نوصل يا عيال لتشام 2 والله نقول يا رب يا عيال نقول يا رب نقول يا رب يعني شوف هذا الجيم كيف ما جاء يا اخي والله يا عيال انا اهم شيء فزت اول جيم اول جيم والله لو انهزمته كنت حنفحص يلا مو مشكله مو مشكله نخش على ثاني جيم ثاني جيم اللي معنا اسمه لومينا ليو يلا يا ليو يلا يا ليو ميسي اليو يلا يا ليو خليه يخش البعيد بطل 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 عشيس بطل خوينا شكله كويس عال ورافي بيك عال ورافي بيك الله يا عال كذا قفلت المقطع انا قفلت المقطع قفلت المقطع عال قفلت المقطع اوكي تكفي خوي تقدر صح والله والله نيد بوست والله تكفى يا خوي سهله طيب يا عيال انا مشكلتي في الكيكوف مشكلتي في الكيكوف انا هذه مشكلتي الوحيده والله كيكوفي دمران كيكوفي مره دمران ذولي شيس عيال شيس شيس عشان كذا ضبط الفيك اصلا عشان كذا الحمد لله يا عيال اوكي تصديت عيال شيل ظفر في المرمى العاب اوحى والله جابه خوي سجل تكفى بطل نايس شوت يا شيخ يلا يلا نقول يا رب هذا الجيم فوز ان شاء الله ان شاء الله خوينا يا عيال لما يلعب باص يروح يرجع للباص هو مره ثانيه يا خوي خلاص انت لعب باص خلاص هدف الله هدف يا عيال ما حد فهمني يعني هو ايش يسوي يصنع لنفسه يبي يسجل خلاص انت صنعت يا اخي خلاص تخرج يا اخي خش ايوه يا شيخ ايوه 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 يا عيال هذا اللي اقصده يصنع لنفسه يبغى يسجل
خلاص يا اخي انت لمسته لمسه واحده روح سر شيل بوس يا اخي. تيم ترى والله تيم والله بجي معاه فولو ذا. لا اله الا الله بلكوا بس عيني. يا عيال شيء يفحص اهدافهم يا اخي والله تغبي اقسم بالله يا عيال انا ماني فاهم خويه. شوف يا عيال بيخش هو دحين يخش على اي شيء يا اخي تكفى لمسه ولمسه وتخارج. برضو ممكن انا تاخرت في النط يا عيال بس برضو يا خوي انا ما فهمت لعبك ترى. وشي في الباب ايوه ايوه يا شيخ ايوه والله اهدافهم. شوف شوف جاني دروب شوفوا شوفوا يا سبت. وشي في الباب هذه خوي تكفى روح كملها. اسشت يا ربحه خوي في الباب. هذا الوانا كان سجل الباب انا يا رب. خوي انت ليه جاي عندي خوي 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 ليه جاي يعني ليه؟ والله بديك باص والله يا اخي انا احب العب تيم وورك يا خوي احب العب تيم وورك. كيف تصدي ذا انا ماني عارف. رفض ام الباب خوي يا اخي والله حرام يا عيال والله سويت اللي علي. يا خوي ارحم امك يا اخي جاني ديسكونك جتني اشياء كثير يا اخي حتى خوي يا اخي ايش هذا البكتلوت ايش اللعب ذا. خوي روح تكفى خوي. واو يا خوي واو واو يا خوي واو يا ربحه حرام والله حرام يا اخي. ضدنا في واحد فنطل وهذا هذا يلعب اللي اسمه فاتيليتي سجل 6 اهداف. واو يا خوي واو والله عيب عليك عمري يا شيخ. شت يا ربحه انا شت. ايش كتب عيال؟ كتب نيد بوست. طيب انت يا حبيبي نيد بوست ليش كل الكور تخش عليها مرتين؟ مست اللمسه الاولى سيبها يا اخي خلاص. الله يفحص والله قهر يا اخي قهر. طيب مو مشكله مو مشكله بسم الله اخوان على ثالث جيم يلا. تعال والله الفيكا رهيب ترى. موقع كايزن زبد تحتاج كريدت سيارات كفرات ديكيلات راح تحصلها بارخص الاسعار. لا تنسون كود كي تي ار يخصم لك 3%. تكفون يا شباب اشتروا بكودي. ورابط الموقع تحصلون في الديسكربشن. انا اقول يا رب انه لعبي يستمر زي كذا يا رب يا رب لانه لو استمر زي كذا واللي معايا كان كويس شويه حنفوز. اللي معايا اسمه كينج اسبانيول يلا يا كينج اسبانيا يلا يا ملك اسبانيا يلا يا ريال مدريد. تكفى 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 لا والله يا عيال. والله الفكره في بالي كانت حلوه يا اخي. خوي معايا خوي سجل. بس شفتوا كيف يا اخوان نحن نلعب. سجل نايس شوت يا بطل نايس شوت. ايوه ايوه شفتوا كيف عيال حطيت له اياه. لكي بلا لكي بلا كلام فاضي انا اديته باص انا. لا يا خوي ذا باص الحمد لله انا تصديت. استروح له يا خوي مسها لمسه يا بطل يا بطل نايس شوت. والله حلو يا عيال هدف. ايوه كنت ابغى بس المسها لمسه واحده بس. العب 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 والله مرجله والله. لا كنت داري والله كنت داري حرام يجي هدف زي كذا حرام والله قهر. اوكي 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 ها 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 شور ايزي اوكي 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 اوكي. نوب يقول لنا كتب لنا وتسيف كتب لنا كل شيء. طيب 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 يا خوي طيب. هاي خرج 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 وتسيف يلا يلا وتسيف وتسيف العب والله لا تكسك عليك والله. ها 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 تساب يلا 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 وتساب برا 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 يلا يلا برا برا ابلع مصروف ابلع مصروف يلا. عيني يا كنتاره يا عيني على اللعب يا علي يا عيني على اللعب. ثالث جيم ولا رابع جيم ولا ايش والله ماني داري. بسم الله يا اخوان على رابع جيم يلا 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 يلا. صراحه يا اخوان رايكم في اللعب بالله يا اخوان رايكم بكل صراحه بكل صراحه رايكم في اللعب. انا اسمه تاريتو يلا يا تاريتو يلا يا تاريتو بروتو يلا يا حبيبي تكفى انه اني بنفوز. ها طل يا خوي كمل يا خوي يا عمري يا لعيب يا اهلا وجت ميد هذه خوينا يا عيال من النوع اللي مو مره يخش. انا ما يعجبوني زي كذا ترى. طيب خوي باص ها خوي انا معليش انا يمكن قويتها يا عيال بس اقسم بالله يا عيال لانه خويني فهمها شويه بس. تكفى خوي عندك بطل يا كبير نس شد. الله عليك يا خوي الله عليك روح روح يلا روح 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 مع فينك يا عيال. فينك مو سياره حجر يا عيال. الله صعبه شكلها يا عمري يا خوي يا شيخ. خوي شوف ما يخش خوينا. لا خوي تكفى هذه يخش فيها. سوري شفتوا يا عيال انحشرت والله انحشرت والله انحشرت يا عيال. تبغى فيك ابغى يخش كذا عشان اديني وبخلصها. لا معليه غلط مني ذا يا عيال. وخر خوي سجل نايس شوت يا بطل يا بطل. هذا لعبتها كذا فوق بس شتت يا عيال. اوكي جلا ها روح يا خوي هات باص. لا حرام تكفى لا يسجل منا هدف هذه. خليني اروح شيل بوست. يعطيك الف عافيه نايس شوت يا حبيبي. اللي المسا لمسه بس.
حرام حرام ايش بو لعبي اخر جيم كذا عني صانع عيال ثلاثة اهداف ولكن برضو شيل يا ابني شيل يا ابني سيفينا قوي روح مسا بس كتبه من فوقه هذول يا اخي كذا تحس ما ادري كيف شيل يا ابني ثمانية ثمانية يلا يلا عوافي عوافي يلا يا رب ما ادوس في ذا الكيكوف لو دقست انا حظي اسوأ من السيء قوي اهدى اقطع ام الفحوس شفتوا الحظ المعفن حقي والله حظ معفن سبحان الله فجأة صار لعيب هذا فجأة خوي لا شفت الحظ يوهو 5 minutes later اقطع ام الفحوس اقطع ام الفحوس اوكي اخوان بكذا خلصت فكره المقطع اذا عجبتكم تبوني كذا هذه السلسله وروني دعمكم من لايكات واشتراكات وامور طيبه ما بطول عليكم اهم حاجه يا اخوان الاشتراكات ادري ما راح تقصروا ما بطول عليكم سلام